ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج الجدي ونصايح مهمه جدا جدا تخص الفتره اللي جايه اللي هي النص الثاني من ابريل وتكمل معانا لفتره مايو. النقاط اللي هتكلم عليها مهمه جدا جدا ويجب ان انتوا يمكن الاكثر او الاشخاص المعنيين اكثر بالنصايح دي. ليه؟ لان الزهره عطارد بينتقلوا للسور، الشمس بتنتقل للسور، كمان المريخ بينتقل للسرطان. كل دي حركات تنقليه في حياتك بشكل كامل يا برج الجدي. اذا ما استغلتش بقى النص التاني في ان انت تخلص حاجات بدري وتخلي بالك من حاجات اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي، هيكون عندك ضيعان وقت، وانك كده بتلعب في وقت بدل ضايع. انا عايزك تحضر نفسك صح في خلال النص التاني. زي ايه او ليه؟ اول حاجة الانتقال، انتقال لسكن جديد او انتقال لوضع مهني او انتقال لمرحلة جديدة في حياتك، ده شيء هام جدا، خاصة المكان، حاجة خاصة بمكان، سواء وضع مهني سواء وضع سكني، يعني حاجة سكن مسكن بالنسبة لك. فكرة الانتقال ليك مهمة، وانك تغير مكان او زي ما بنقولها كده بالبلدي تغير عتبة، ده هيكون في حد ذاته شيء مهم جدا ليك. بمعنى المكان اللي انت فيه مبسوط لك فيه، محسود فيه، في طاقة سلبية، في شيء مش حلو، فكرة انك تسرع وتنجز وانك تغير المكان اصلا من اساسه ده مهم. قدرت تعملها كان بيها، ما قدرتش تعملها يبقى حصن نفسك وحافظ على دنيتك، خاصة ان انت في شهر كريم وشهر مميز جدا، يضيف ليك ان انت تقدر تستغل ان انت تعمل ده. طيب النقطة الثانية المهمة جدا جدا، انا عايزة اوضح يعني فكرة ان الانتقال وضحناها، سواء وضع مهني او سكني او ايا كان، التغيير في نفسيتك. التغيير في نفسيتك اللي ليه علاقة بايه؟ اللي ليه علاقة بان انت اصل برج الجدي انت عندك في بداية حياة، يا بداية زواج، يا بداية مولود جديد، يا في عندك بداية، في عندك حاجة ليها علاقة ببدايات. البدايات دي مهمة جدا جدا انك تستقبلها بتغيير من جواك، او تغيير من حيث الستايل بتاعك او شكل، او تغيير حتى لون الشعر. شوفوا بقى الايه، كل ده هيضيف في نفسيتك. انا عايزة اعرف لو هو 1% من تغيير تقدر تستقبل بيه البدايات اللي جاية لك، هيبقى شيء مهم جدا جدا، هيخليك ان انت يكون عندك نفس حلو، نفس كده، فده هيخليك ان انت تتميز وتتفوق جدا. برج الجدي، النقطة الثانية، احنا عندنا مطالبين بالسعي، خاصة انتقال المريخ للسرطان ده عايزك ان انت تسعى اكتر، هيساعدك على انك تسعى. بس انا هوضح لك ان لكل نتيجة درجة سعي، درجة سعي، زي لكل نتيجة امتحان درجة مذاكرة، انك ذاكرت قد ايه، نجحت، عملت ايه، فعندك ده جدا. ففكرة النتيجة منقسمة على درجة السعي بتاعتك، خاصة ما ان انت عندك فترة مميزة تنجمك كده، تخليك نجم، يعني فترة حلوة، فحاول تستغلها بكل المقاييس يا برج الجدي، ان انت تسعى، انك تدور على مصلحة، انك تستغل الفرص. كمان انت لازم يكون عندك انك تتحمل، قوة تحمل. تحمل لايه؟ اصل الفترة اللي جاية انت هتستغلها بالطول بالعرض، لازم تروح هنا وتخلص هنا وتسعى هنا وشغلك هنا وامورك العاطفية وانتقالة مهمة، متطلب منك مجهود الموضوع، بس متطلب ده كله قوة تحمل، متطلب قوة تحمل عشان لما يخلص الفترة المميزة بالنسبة لك تحقق حاجة، او تقول انا عملت، انا وصلت، انا خلاص، انا لحقت نفسي. وده اللي هيفرق كتير ما بين شخص قدر انه يلحق ويتواصل مع نفسه ويتواصل مع الاخرين ومع الحظوظ ويعرف يعمل كده جو حلو، ما بين شخص ما عملش اي حاجة، فيكون في فرق كبير جدا ما بينكم. وهتستنى فرصتك، الشخص اللي ما عملش حاجة هيستنى فرصته اللي جاية عشان يقدر يعمل حاجة او ياخد خطوة، يبقى انت اتأخرت، فخلي بالكم جدا جدا من النقطة دي. طب اللي انا برضو عايزة اتكلم فيه، انت عندك فكرة الطرف الثالث شوية، او التفكير في شخص في الماضي، او حد جذبك، يعني في شخصية جذبك، او حاسس ان انت عايز تعمل مقارنة ما بين علاقتك الحالية وعلاقة حد او شخص فلان، حاولوا كل ده تخلوه بالنسبة لكم يعني بعيد تماما، عن بعيد كل البعد عن دماغكم. لازم تعملوا كده، انك تبعد عن الطرف الثالث، او تشوف انت عايز تعمل ايه واي الاصح بالنسبة لك، تاخد قرار، اقصد
كمان فكره ان انت تكون بتفكر في حد او تقارن او بيخليك انت نفسك مش مبسوط، وهيخلي الشريك بتاعك يحس بده، خاصه انك انت شخص بتشك او بتغير زياده. فبالتالي لما يكون في حد انت بتفكر فيه وجذبك وبتاع، اول ما هتلاقي نفسك انك انت حاجه غصب عنك بتوقفك، لو انت ما وقفتش نفسك، لو حاجة غصب عنك وقفتك، ممكن تكون الحاجة دي حاجة تخليك تشك في الشريك، او الحاجة دي ليها علاقة بان فلان يخلي دماغك تروح وتيجي على الشريك بتاعك برضو. فخلي بالك، خلي بالك جدا جدا، الخطوة اللي انت بتعملها ليها علاقة بطرف تالت، او ليها علاقة بان انت بتفكر في حد تاني غير شريك حياتك او غير الشخص اللي انت بتحبه، ده يخليك تقع في نفس المشكلة. لان مش عشان مثلا اقولك ان انت وعملت كذا فيتردلك، لا، عشان انت بتغير وبتشك، وهتبدأ ان انت لو حد وقفك غصب عنك، اول حاجة هتيجي في بالك تشك في الشخص اللي معاك، فهتوقع نفسك في مشاكل كبيرة. خلي بالكم النقطة برضو اللي ليها، مش بتكلم كمان يعني على برج الجدي، لا، انت عندك حاجة تانية اللي ليها علاقة بيه، ولادة جديدة، شيء جديد. اتمنى ان الشيء الجديد ده تفرح بيه مع شريك حياتك يا برج الجدي، مش طرف ثالث. ما تمناش ان تكون طرف ثالث، لان كمان برج الجدي انت بتعاني من طرف ثالث، يعني انت سواء انت فيه يا بتعاني منه، وكل دي بتكون شكوك او حاجات ليها علاقة بيه، ان في اسباب مؤدية لده. حاولوا على قد ما تقدروا ان احنا نقعد مع بعضنا كده ونتصفى مع بعضنا، ونبدأ نصلح اخطائنا، ونقعد مع الشريك ونقرب للشريك ونقرب لشركائنا، ونبتدي بداية جديدة وصفحة جديدة. برج الجدي عندك الفترة دي برضو من حيث العلاقات العاطفية، في حب، في رومانسية، في حظ معاك من حيث الحب. اتمنى ان انت تستغل الخطوة دي وتستغل النقطة دي في تحسين العلاقات، في العلاقات البداية اللي ليها علاقة ببداية، نبتدي مع بعضينا. فعندك حاجة متميزة حاول تفرح بيها برج الجدي. الامور برضو اللي ليها علاقة باستغلال الوقت بالنسبة لك، استغلال الثقة في النفس، انت عندك ثقة في النفس عالية. ان عطارد ينتقل لبرج انسور من يوم 19، ده بالنسبة لك بيجيب لك ثقة في النفس حلوة قوي كده، ده الوضع جيد جدا. حاولوا على قد ما تقدروا ان احنا نفرح بنفسنا، وتعيد البهجة لذاتك. ان انت تكون واثق في نفسك ده شيء متميز جدا، بس حاول تستغل ده في المنطقة المهنية، وتستغل ده في الدعم لذاتك، وانك تستغل ده في تحسين علاقاتك، وان انت تبدأ خطوات جديدة. لان ثقتك في نفسك هتخليك ان انت تكون واثق في قراراتك، انك عايز تكون افضل، انك عايز تكون صامد اكتر، انك عايز تكون اقوى. فعندك في تسلسل كده ناحية الاهداف، النجاح، التميز، الصمود، الصعود، فعندك ده. فاسعى بشكل صح، استغل الفترة صح، استغل الوقت بشكل قوي، وكل ما تستغل الوقت بدري كل ما هيكون ناجح ده ليك، او النجاح بيصب عليك بصورة اكبر. فحاولوا ان انتوا تكونوا واخدين بالكم من النقطة دي. برضو في حاجة تانية ليها علاقة بيه، اللي هما ليهم بدايات كده في العلاقات كده، ولسه عندنا يعني لسه بنقول يا هادي في علاقاتنا العاطفية. حاولوا على قد ما تقدروا ان احنا يكون عندنا ان احنا نطلع علاقتنا في النور، ان احنا نكون بندور على اللي هو يلا نعمل خطوبة، يلا زواج. الفكرة ان انت تبتدي بداية مهمة جدا في علاقتك العاطفية، وتطلع العلاقة العاطفية دي للنور، ده هيخليك انت سعيد، وهيخليك تكون مبسوط، وهيخليك انك تاخد قرارات صحيحة ومدروسة مش متلخبطة. اهو برج الجدي يفهم بقى النقطة دي كويس قوي، هو الشخص اللي اتجوز او خطب دلوقتي. فكرة ان بتخلي عقليتك تاخد مسار مختلف، طريق مختلف. فعندك ده، انا بقى يهمني الطريق المختلف او الطريق الناجح او الطريق اللي يخص المستقبل جدا جدا انك تفكر فيه. وكمان الوتيرة السريعة، السرعة والتسرع، ده مش التسرع، لا، انا يهمني ان انت تاخد القرارات يلا بسرعة، يلا انجز، يلا اخلص، يلا اقدر، يلا مش عارفة ايه. فكرة ان انت تخلص بسرعة، تنتقل بسرعة، موضوع زواج يلا خلصه، انك تنجز في وقتك ده مهم، انك تنجز في وقتك وانك تخلص اوراقك، بس كل ده مش بسرعة انك انت تهمل التفاصيل. انت شخص محب جدا للتفاصيل، وبتحب جدا التدقيق، وبتركز جدا بعناية. حاول ان التسرع او السرعة اللي هتجيلك ما تخلكش تبقى شخص تتلهي عن امورك اللي قد كده. الامور اللي قد كده دي دايما بيطلع منها معجزات.
عارف فكرة ان انت تبقى بتبص لحاجة صغيرة قوي، لو حد غيرك ممكن يقول لك يا عم كبر دماغك، لما انت تيجي تضايق من فيها تلاقي ان الحاجة دي ممكن تعمل حاجة معجزة كبيرة قوي. فحاول ان انت دايما برضو تبقى مش مستعجل، الاستعجال اللي يلهيك عن التركيز بتاعك والتدقيق بتاعك. عامة يا برج الجدي، انا بتمنى ان انا اكون فدتكم بالنصائح اللي اتكلمنا عنها، ولكن انا عايزه اقول لكم اكتر ان احنا عندنا فتره ايجابيه مميزه، عندنا ان احنا بنتغير تغيير كبير قوي 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 عن الفتره اللي فاتت، فتره حقيقي قويه وايجابيه، وهتدي لك الثقه في النفس، وهتعوضك كتير عن حاجات كتيره فاتت انت ما كنتش حاببها. حاول ان انت تستغل الفتره دي بشكل قوي وتتحمل الضغط، يعني تحمل واعمل وسع وواصل واجتهد اكتر. بشكركم جدا وبحبكم كتير، ما تنسوش اللايك وشير وشير في قناة وتفعيل الجرس. سلام.